هو خير مما يجمعون. أشار الله تبارك وتعالى في هذه الآية إلى الفرح الذي يغمر قلوب الناس. وكلامنا في هذا اليوم عباد الله عن أنواع الفرح الجائز والمستحب والمحرم. فأما الفرح الجائز هو الفرح الذي يغطي قلوب الناس أو يدخل قلوب الناس حينما ينالون شيئاً من الدنيا، وهذا الفرح لا ينبغي لإنسان أن يلوم أخاه عليه، هذا هو الفرح الجائز. لا يقول بعض الناس أنت تحب الدنيا أو تلهث وراء الدنيا أو تفرح بما أتاك الله من الدنيا، فهذا فرح جائز في الفطرة، جائز في العقل، جائز في الشريعة. وذلك أن عمرو بن سلمة الجرمي يحدث فيما رواه البخاري عنه قال: كنت فتى صغيرا وكان قومي بممر ناس عند الماء، يعني يسكنون عند ماء في بعض المناطق في الصحراء يتجمع فيها الماء من الجبال في وادي معين. قال: فكنا أو كان قومي يسكنون عند ذلك الماء والناس يمرون عند هذا الماء، فكان الناس يأتون فنسألهم: ما للناس، ما لهذا الرجل الذي خرج في العرب؟ فكان الناس يقولون: إن هذا رجل يدعي بأن الله يوحي إليه وأن الله أرسله إلى الناس صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا نسألهم: وما الذي جاء به؟ فكانوا يقرؤون علينا شيئا من كلامه، يعني من كلام الله تبارك وتعالى. قال: فكنت أحفظه وما سمعت شيئا من هذا الكلام إلا وقد استقر في صدري. وإن العرب كانت تتكلم أن هذا النبي إن كان صادقا فإن الله تعالى سيظهره على قومه، لذلك كثير من العرب لا حاربوه ولا تبعوه، فكانوا ينتظرون أن يظهره الله تعالى على قريش. قال: فلما صار فتح مكة ونصره الله تعالى في ذلك الفتح قلنا: هذا هو النبي حقا. فإذا بوالدي، والد عمرو بن سلمة الجرمي، قال: فإذا بوالدي يذهب وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم على رأس قومه، فلما قدم عليه رجع فقال: هذا هو النبي حقا. لما رأى قال: ما نرتاب في هذا الرجل، هذا هو النبي حقا، وإنه قد أمرنا بصلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم. قال: فبحثوا فما وجدوا أقرأ مني للقرآن. قال: فصليت بهم وكانت علي بردة، كان الولد صغير عمره 7 سنوات. قال: وكانت علي بردة، إذا سجدت بدا شيء من عورتي. فكانت امرأة من النساء تقول: واروا عنا عورة قارئكم. هؤلاء كانوا عرب في بداية الإسلام، ما كان عندهم فقه في الدين ولا كان عندهم يعني شيء من الشريعة، إنما أسلموا وبدأوا في الصلاة. فكانت امرأة تقول: واروا عنا سوءة قارئكم، وفي رواية استقارئكم، وفي رواية عورة قارئكم. كان ولدا صغيرا. قال: فأتى قومي فاشتروا لي قطعة من قماش فكسوني إياها. يقول هذا: فما فرحت بشيء بعد فرحي بالإسلام أكثر من فرحي بهذه القطعة، قطعة القماش الذي اكتساها بعد الإسلام. فهذا الفرح عباد الله هو فرح فطري جبلي، على أن لا يكون، على أن لا تكون الدنيا قد تمكنت من قلب ذلك الفارح الذي فرح. وأما الفرح المستحب عباد الله فإنه الفرح بطاعة الله تبارك وتعالى ابتداء. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وإني في بعض الأحيان أجد لذة في قلبي أقول: لو أن أهل الجنة كانوا في مثل هذه اللذة إنهم لفي خير عظيم. هذه اللذة التي يصل إليها العابد مع كثرة العبادة وطول العبادة، وجدها شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذه اللذة ربما تكون مثل اللذة التي يشعر بها أهل الجنة، هذه لذة العابد.
وفرحة العابد بعبادته. لذلك عباد الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند حينما يلاقي ربه. هذا الصائم الذي قد قضى صومه وانتهى من عبادة الله تبارك وتعالى فرح بما قدم لله تبارك وتعالى من هذا اليوم، فرح أن الله تعالى قدره على صيام هذا اليوم، فرح أن الله تعالى اجتباه من جملة عباده فكان مسلما وتعبد الله تعالى بذلك الصيام، فرح أن أكل لقمة يسد بها جوعته بعدها صام في ذلك اليوم. لصائم فرحتان، فرحة العبادة عباد الله لو أن الإنسان تمعن فيها لعلم بأن الله تبارك وتعالى ما رزقه تلك العبادة حتى يعني حتى يبسي عليه أو يثقل عليه، إنما يعلم بأن الله تبارك وتعالى أراد في تلك العبادة خيرا لهذا الرجل، أراد منها من هذه العبادة أن تكون لذته في الدنيا وأن تكون يعني خلاصا له يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. لذة العبادة عباد الله، فرح العبادة، فرح أن الإنسان يرى أن الناس قد أسلموا دخلوا في الإسلام وأن الإسلام ينتشر، هذا فرح مستحب مطلوب عند الله وعند الناس وعند النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح لما أسلم عكرمة بن أبي جهل، مع أن والده أبو جهل كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يألوه جهدا ليفتك به، لكنه فرح لما أسلم عكرمة. فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم ابن اليهودي عندما كان يغرده في الموت، قال: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسه من النار. فرح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان ذلك اليوم كالعيد عندهم. فرح أبو هريرة لما آمنت أمه. لذلك بعض الناس تسمع منه شيئا من الجهل تقول له: أسلم فلان وفلان من الناس المعروفين، سواء كان تاجر أو كان مغني أو كان سياسي أو كان مشهور أو إلى آخره، يقول لك ماذا يقول؟ للأسف بعض الناس يقول هذه العبارة كثيرا، يقول: هذا لا يقدم ولا يؤخر والإسلام منتصر. تقول له: الإسلام لا ينتصر في الهواء، إنما الإسلام ينتصر بالناس. فإذا آمن مثل هذا الإنسان فينبغي لك أن تفرح بذلك، لأن هذا الإنسان واجهة كبيرة جدا ربما أطلع كثيرا من الناس على الإسلام من الذين لا تستطيع أن تصل إليهم أنت، وربما أسلم على يديه فئام كثيرة من الناس كما نرى وكما سمعنا وكما رأينا عن كثير من المشهورين. بعض القساوسة، بعض المغنين كان آية في الدعوة إلى الله عز وجل وكان خيرا من مليون مسلم بعد أن أسلم. فلذلك هذا من فضل الله تبارك وتعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم أنزلت عليه آية التخيير بعد أن فارق نساءه وحلف عليهن شهرا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ بأحب نسائه إليه، ذهب إلى عائشة رضي الله عنها وتلاها عليها وخيرها: تريدين الدنيا؟ حتى أعطيك مالا، أعطيك أمتعك بالمال وأسرحك سراحا جميلا تكونين من أغنياء المسلمات والمؤمنات. إذا كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة فجزاؤك يوم القيامة عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فقالت: بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. يروي مسلم عن عائشة قالت: ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرحا عظيما. مع أن الله عز وجل أخبره: وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. أخبره الله تعالى بذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة الإنسان بثبات المؤمن ولو كانت زوجته أو لم تكن زوجته في تلك الحال. عباد الله، يقول حماد بن سلمة يقول: بشرت إبراهيم النخعي بموت الحجاج بن يوسف الثقفي، قال: فخر لله ساجدا، وفرح بذلك الموت بموت ذلك الطاغية.
ثم لما رفع رأسه قال: أنا أول مرة يقول حماد بن سلمة، أول مرة أرى رجلا يبكي من الفرح. كان هذا الرجل إبراهيم النخعي فقيه زمانه يبكي من الفرح لشدة فرحه أن الله تبارك وتعالى أهلك عدوا لله تبارك وتعالى كان يبكي المسلمين. وسبحان الله، نحن لما ننظر إلى أعداد المسلمين، لما نذهب إلى الحج أو إلى العمرة، ننظر إلى أعدادهم وإلى جموعهم وإلى أن الله تبارك وتعالى جمع قلوبهم على تلك الحال، نفرح بذلك. لأن بعض الناس لما يرى هذا ربما يطلق بعض العبارات التي لا ترضي الله تعالى ولا ترضي الناس. يقول لك: كل هؤلاء غثاء كغثاء السيل، والله لو لم يرد الله بهم خيرا لما أوصلهم إلى بيته. يقول لك: أن لا معول على هؤلاء. يا أخي في الله، اشتغل على دعوة الله ولا تشتغل على تحقير الناس. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم، يعني هو أهلك واحد فيهم. أعظم فرحة عباد الله حينما يستشعر الإنسان أن الله تبارك وتعالى خلصه من ذنب عظيم وهيأ له توبته. حينما يستشعر ذلك، هذه أعظم فرحة ينالها العبد في هذه الدنيا. لما تخلف كعب بن مالك، تخلف عن غزوة تبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة ألا يكلموه. قصة طويلة معروفة لديكم، حتى هجره الصحابة قرابة 50 يوما. يقول كعب بن مالك: فلما كان على رأس 50 صليت صلاة الفجر ثم ارتقيت صفحي، قال: فإذا برجلين، رجل فارس كان يأتي إلي، ورجل قد ارتقى إلى جبل سلع. فالذي ارتقى إلى جبل سلع نادى بأعلى صوته، يقول له: أبشر يا كعب. ينادي بأعلى صوته، فلما سمع ذلك علم بأن الله تبارك وتعالى أنزل براءته، فنادى قال: أنزل الله براءة بتوبتي؟ فقال له: نعم أنزل الله توبتك. قال: فكان صوت الصاعد على الجبل، جبل سلع، أسبق من ذلك الفارس الذي كان يأتيني على فرسه. قال: فنزلت فلما لقيته أعطيته ثوبي اللذين كنت ألبسهما، والله لا أملك غيرهما، من شدة فرحه لما بشره بتوبة الله تعالى عليه. قال: والله لا أملك غيرهما. ثم ذهبت فانطلقت فاستعرت الثوبين وأتيت أريد أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. قال: فما لقيني فوج من الناس إلا وهنأوني بتوبة الله تعالى عليه. فلما دخلت على المسجد قام إلي طلحة بن عبيد الله فقال: هنيئا لك بتوبة الله تعالى علي. قال: وما قام غيره من المهاجرين، والله لا أنساها لطلحة، ما قام غيره من المهاجرين. فلما سلم عليه قال: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأردت أن أسلم عليه، فرأيت أنه قد سر واستهل وجهه كأنه فلقة القمر، يقول: أبشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بخير يوم ولدتك أمك، أبشر بخير يوم ولدتك أمك. وذلك بتوبة تاب الله تعالى على هذا الرجل بعد أن تخلف عن غزوة واحدة. ونحن نتكلم ذلك، وربما كان بعضنا يغوص في المعاصي إلى كما يقال إلى شحمة أذنيه. فإذا الإنسان استشعر بهذا وعلم بأن الله تبارك وتعالى يحب توبته ويحب قربه ويأنس فيه ويضحك إليه ويقبل عليه، فإنه يقبل على الله تعالى ويفرح بتوبته. لو كان مسألة بسيطة جدا، لو كانت سيجارة، لو كان نظر إلى محرم، لو كان أنه ضرب إنسانا، لو فعل ما فعل، إذا تاب عن ذلك وأخلص التوبة لله فليفرح بذلك وليعتبر أن ذلك هو خير يوم ولدته فيه أمه، لأن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا هو الفرح الذي يطلبه الله تبارك وتعالى منا ويريده منا. أما الفرح المذموم الذي حرمه الله تعالى علينا فهو الفرح بمعصية الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول في نفس الحادثة: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إنسان إذا فرح بالمعصية، إذا أتى شيئا ضرب إنسانا فرح بذلك، والله الحمد لله انتقمت منه أو انتقمت لك منه،
نصب على إنسان الحمد لله فرحت بذلك، صار عندي مال أو أنني أخذت حق الناس منه أو أنه فعل أو فعل أو فعل، إذا فرح بذلك فإنه يفرح بغضب الله تبارك وتعالى، وهذا الفرح يجر عليه مقت الله عز وجل، ولا بد له أن يراجع نفسه في ذلك. بعض الناس للأسف الشديد يفرح بمصيبة أخيه المسلم، والله تبارك وتعالى يقول إن تصبكم سيئة يفرح بها، وهذا من عمل المشركين والمنافقين. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ما كان يفرح بمصيبة أحد من المسلمين. تعلمون أشد الناس بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، كان رجل لا يزال يشي بشيخ الإسلام ابن تيمية إلى ذلك الحاكم حتى سجنه مرات، وهذا الرجل كان على قدر من العلم لكنه يخالف مذهبا، فلا يزال يشي بشيخ الإسلام ابن تيمية في كل مرة ولا يقدر أن يذكره بسوء عند الحاكم. فلما مات ذلك الرجل وكان عنده شيء من العلم، جاء ابن القيم يقول أبشر شيخ الإسلام ابن تيمية بموت ذلك الرجل، الحمد لله رحم الله منه. قال أتيت أبشر شيخ الإسلام بموت ذلك الرجل، فقال شيخ الإسلام غضب غضبا شديدا، قال أتبشرني بموت أخي؟ أتبشرني بموت أخي؟ ثم إنه انطلق بعد ذلك إلى أهل ذلك الرجل يقول أنا خير خلف لكم، والله ما نقصكم شيء إلا طلبتموه مني، أنا خير سلف لكم بذلك الرجل، لن تطلبوا شيئا من غيري، أنا عون لكم بعده. وهذا هو المسلم الحق الذي يعرف حق أخوة المسلمين بين بعضهم البعض. لذلك بعض الناس يشمل فلان فعل الحمد لله الله عاقبه، فلان كذا يا أخي اتق الله، ما منا إنسان إلا وهو مخطئ ومقصر ومذنب، فلا تشمت بأخيك، ربما عاقبك الله تعالى على بعض تقصيرك فأظهر من يشمت لك، فأظهر من كان يشمت فيك. عباد الله، إن ذلك الفرح من المحرمات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، من أنواع الفرح المحرم الفرح الذي يكون من بعض الناس رياء لما لم يفعله، يعني بعض الناس قد ستر الله تعالى سريرتهم عن الناس، عندهم في سريرتهم بين أنفسهم شيء من التقصير ومن الذنوب ومن المعاصي، لكن الناس يرونهم في الخارج على أبهى منظر فيحمدونه، يقولون ما شاء الله ما نعرف عنه إلا كل خير، لعله يصلي يصوم يتصدق، فهو يسر بذلك. والله تبارك وتعالى نهى عن هذا الفرح، لا تحسبن الذين يفرحون بما لم يفعل، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فرق بين إنسان يعمل على يجاهد نفسه في السر وهو مخلص لله تبارك وتعالى وجاءه شيء من الثناء فهذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن إنسان يعلم من نفسه التقصير الكثير ويعلم خلاف ما يتكلم الناس عنه ينبغي أن لا يفرح بذلك، بل ينبغي عليه أن يعمل في سره أن يكون كما يظن الناس فيه حتى لا ينذر الله تعالى سريرته أمام الناس فيكون العار كبيرا والعار عارين. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى نهى عن الفرح الذي يؤدي إلى الأشر والبطر، والأشر والبطر أن بعض الناس يفرح بشيء من المحرمات حتى يتبجح به أمام الناس، فكأنه يبطر أمام الناس بما فعل، أنا فعلت كذا وساويت كذا ونصبت على فلان حاولت أن أتبع تلك وأخذ هذا وأغويت فلان وفلان، وإذا به يتكلم أمام الناس أشرا وبطرا وفخرا بشيء من المذمومات التي قال الله تبارك وتعالى فيها ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفرحون. لذلك قوم قارون ماذا قالوا له؟
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذه آية مصبة على أشره وبطره. لما كان يخرج عليه متكبر متجبر يريد أن يريهم أنه يعني ما شاء الله هو الذي ملك الأرض، لا يستطيع أحد أن يملك ما ملك، فإذا برب العالمين يربيه ويربي فيه من خلفه إلى يوم القيامة، وكان آية للناس. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. بقي مسألة أخيرة، وهي أن بعض الناس يسأل عمن يفرح فيما أصاب بعض الأقوام من الفيروس المنتشر في هذا الوقت، وهو يسمى فيروس كورونا. فإن المسلم له في ذلك موقفان، أما الأبرياء الذين ذهب بهم الفيروس فنحزن عليهم، مسلم ولا غير مسلم نحزن عليهم، لكننا نعلم بأن الله تبارك وتعالى حينما سلط ذلك على الناس وكان وباء عاما، ومعلوم عند العلماء بأن الوباء العام دليل على معصية عامة، وأن البلاء الخاص دليل إما على معصية خاصة وإما على محبة الله للعبد، لكن الوباء العام دليل على معصية عامة. فإذا علم ذلك الناس، وهذا من كلام الله وكلام رسوله والعلماء، إذا علم ذلك الناس عرفوا بأنه ما كان إلا عقوبة على شيء. وأقرب شيء على ذلك أن هؤلاء بطروا على المسلمين وآذوهم واعتقلوهم وحاصروهم وأجبروهم على ما لا يحبون، أجبروهم على أكل الخنزير وعلى بيع الخمر في المحلات، أجبروهم على أمور كثيرة جدا لا تخفى على أكثرهم. فلما كان ذلك منهم وحاصروهم وقهروهم وفعلوا بهم الأفاعيل، كان الجزاء من جنس العمل. فنستدل بهذا على هذا، وهذا من جملة البلاء الذي دلنا الله تعالى عليه، نستطيع أن نتكلم بهذا. فنقول القاعدة العامة أن الله تعالى عامل تلك البلاد بما جنت يداها، بما اقترفت يداها، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أما الأبرياء فنحن نسأل الله تعالى أن يسلم الناس وأن يرضى عنهم ذلك البلاء. نعلم بأن الأبرياء لا ذنب لهم إلا من رضي وتابع. بعض الناس يرضى بسياسة حكومته فهذا يأتيه الذنب على ما رضي أو البلاء على ما رضي فيه. فاعلموا عباد الله، طبعا بعض الناس قبل أن أنهي الخطبة يسأل يقول لماذا عاقب الله الصين ولم يعاقب مثلا بلد ثاني؟ فنقول له بأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الدنيا دار جزاء، والله تعالى من سننه في الدنيا أنه يؤلي للظالمين، الأصل أنه لا يعاقب الظالمين في الدنيا خصوصا إذا كان كافر، يؤلي له في هذه الدنيا. لكن إذا وقعت عقوبته على بعض من ظلم فإننا نعلم بذلك بأن الله تبارك وتعالى جازاه على ما اقترفت يداه، الأصل أن الله لا يعاقب، لكن إذا عاقب علمنا بأن الجزاء من جنس العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا وعنكم بمنه وكرمه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.